الثالث الرياضيات. ان شاء الله اليوم حنبلش بوحده جديده بالطرح ضمن منزلتين. اول قبل ما نبلش حصتنا لليوم بدي اسال سؤال سريع. هلا احنا الطرح لما نقول عن عمليه الطرح انا ايش بعمل؟ بزيد عدد على عدد ولا بشيل عدد من عدد؟ بشيل عدد من عدد. لما اخذ عدد من عدد ثاني بضل عندي عدد قليل ولا عدد كبير يا اول؟ قليل. عدد قليل كثير. برافو. ان شاء الله اليوم حناخذ عن طرح العشره. احنا رح تحتاجوا لاقلامكم وكتبكم عشان تتابعوا معاي الدرس. قبل ما نبلش بدرسنا نراجع مراجعه سريعه عن الاحاد بالعشره. احنا حكينا هنا بيتين، بيت الاحاد وبيت العشره. الاحاد بتعطي الارقام شيء يا اوس؟ بتعطي الاعداد شيء؟ لا. اذا دخل على بيت الاحاد بيطلع مثل ما هو. الخمسه اذا دخلت عند الاحاد قد ايه بتطلع؟ اول الاربعه اربعه بضل مثل ما هو. طيب العشرات ايش بتعطي الاعداد؟ برافو صهيب. احنا حكينا الصفر ما له قيمه، بس يا زين اذا الصفر وقف جنب العدد شو بيعمل؟ بكبر العدد. طب الخمسه اذا دخلت على بيت العشرات قد ايه بتطلع؟ نماذج العشرة. هلأ بدنا نمثل مسألة خمسة ناقص واحد بمكعبات ايش يا اول؟ لا برافو. بس اذا وقف جنب العدد يا اوس
بكبر العدد. هلا بدنا نكتب مجموعه من المسائل على اللوح ونطبق ايش درسنا على اللوح. بدنا نحل مجموعه من المسائل. جاهزين يا اول؟ يلا يا جوان، يلا خلينا مس نوجد ناتج الطرح. قبل كل شيء احنا عنا هون الاعداد ناقصة، احنا بدنا نكمل هاي الجملة. خلينا نعد كم عشرة موجودة معنا. يلا يا جوان عدي. احسنت. اثنان، كم عشرة عندي؟ ستة. احسنت. يلا بكتب ستة يا جوان، برافو. طيب جوان انا هون ستة ناقص، انا كم عشرة شلت يا مس؟ على كم واحدة شلت؟ واحدة. احسنتي، ستة ناقص واحد، برافو. طب جوان احنا شلنا هاي، شلناها ما بدنا اياها. يلا كم عشرة بضل؟ عديهم بتطلعي. واحد. احسنتي. ثلاث، اربعة، خمسة. احسنتي، خمسة. اذا ستة ناقص واحد يا جوان خمسة. الستة كم تساوي بالعشرات يا جوان؟ احسنتي، بكتب ستون، برافو. ستة وجنبها صفر. احسنتي. طيب الواحد كم تساوي بالعشرات جوان؟ احسنتي، عشرة، برافو. ستين ناقص عشرة يا جوان؟ احسنتي. زقفي حامية 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 حامية، زقفولها، رائع جوان، احسنتي. مس مكان عنا مسألة، ايش هذا العدد؟ اربعة ناقص اثنان. انا بدي تمثل لي هاي المسألة بنماذج العشرات. يلا تفضل مس، كم عشرة بدنا نحط يا جاد؟ اربعة. اربعة. يلا مس نحط اربع عشرات. يلا هاي، برافو. يلا ثبتها بالمغناطيس. واحدة، ايوة جاد، هاي واحدة مس. يلا حط الثانية اشوف، هي تنتين جاد، برافو يا أوس. ثلاثة هون، أربعة. طيب جاد أنا حكيت أربعة ناقص كم؟ يعني أنا كم عشرة بدي أشيل يا جاد؟ يلا بنشيل عشرتين يا جاد، بنشيل من هون كم عشرة؟ تنتين. بدي أشيلهم على جنب. عشرة ضل عندي يا جاد هون، تنتين. أربعة ناقص اثنان يا أوس، اثنان. يلا بكتب اثنان، لا مس تاني مرة بدنا نكتب العدد بالطريقة الصح من فوق لتحت. يلا مس تفضل. طيب جاد الأربعة كم تساوي بالعشرات؟ أحسنت. يلا بكتب تحتيها أربعون، بكتب تحتيها أربعون، برافو. ناقص الاثنان كم تساوي بالعشرات؟ أحسنت، عشرون، برافو جاد، يساوي. طب إحنا شلنا من الأربع عشرات عشرتين، كم ضل عندي؟ معناته أربعون ناقص عشرون يا جاد؟ لا، أدي قيمتها بالعشرات؟ الاثنين، الاثنين عشرون، أحسنت، عشرون، برافو يا بطل. زقفي حامي لجاد يا أول، زقفولي لجاد، زقفي حامي حامي يا أول، برافو جاد، مكانك مس أحسن. يلا سلمى المسألة على اللوح، من كم منزل بتتكون؟ أحد. منزلة واحد. يلا إيش عند الأعداد الموجودة على اللوح يا سلمى؟ ستة وثلاثة. ستة ناقص ثلاثة. يلا بدنا نمثلها باستخدام مكعبات الليجو يا سلمى. يلا واحد، اثنان، أيوة، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. ستة. الستة كم بدنا نشيل منها يا سلمى؟ ثلاثة. يلا بدنا نشيل ثلاثة. نعم. يلا كم مكعب ضل عنا؟ ثلاثة. يلا نكتب ثلاثة بالمربع، هي القلم على اللوح. أحسنتي سلمى. طيب برافو سلمى. طيب سلمى هلا هاي عدينا عدد العشرات ستة، الستة كم تساوي بالعشرات يا سلمى؟ قد بتساوي بالعشرات؟ كم بتساوي بالعشرات؟